موضوع مهم جدا، واحنا بنعرف قديش بلدنا غنيه بهاي المواد الزراعيه الرائعه والمميزه، فواكه رائعه ومشوار اجمل من جميل بهذا المنزل وبهذا البيت. يعني ما دقنا بس العنب والتين والخوخ، لمسنا الكرم، الطيبه، الاخلاق والنفسية الطيبة الرائعة. في هذا المنزل ما شفنا إلا العادات والتقاليد الأردنية المميزة جدا، ويعني أكلنا كمان منسف أروع من رائع. رح نقول لكم هذا التقرير عن الزراعة في عجلون، عند طبعا منزل مميز جدا لمزارع أيضا رائع جدا عواد الصمادي وعائلته الكريمة. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل حلقتنا لليوم. يعني اليوم مشوارنا كان مميز جدا، من الصبح دقنا عنبات وخوخ، يعني إشي بيرفع الراس. إنتاجات منوعة جدا موجودة بهاي المزرعة، ومعانا المزارع عواد الصمادي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الوردي، أهلا وسهلا، أهلا بالتلفزيون الأردني، شرفتونا اليوم بهالصباح الباكر. طبعا نشكر جماعة وزارة الزراعة وقسم الإرشاد الزراعي اللي أتاح لنا الفرصة للالتقاء مع التلفزيون الأردني بالموضوع هذا، وأهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. يعني إحنا اليوم عم نشوف أصناف عديدة ومنوعة، واللي كنا عم نحكي فيه إنه حضرتك بتحول أراضي غير صالحة للزراعة لتصير أراضي مثمرة ومنتجة. يعني هاي العملية قديش بدها وقت، قديش بدها جهود؟ نعم صحيح، أنا تقريبا بمنطقة عجلون مناطق كثير صعبة وصخرية وغير مستوية زي باقي المناطق، لذلك التكلفة والعمل فيها بده يكون صعب جدا، نحتاج لآليات كبيرة لنقدر نسوي الأرض. يعني أي أرض زي هيك بنحاول نقعد فيها مش أقل من 6 لـ7 شهور لسنة تنجهزها من منطقة صعبة لمنطقة جاهزة للزراعة. وإحنا اللي عم نشوفه يعني حتى حوالينا، يعني مبين إنه هي أساساً شق صخري. يعني زي ما أنت شايفة زي هيك، هاي منطقة صخرية كان ارتفاعها لا يقل عن 8 متر، بتبلش معها من الصفر لغاية ما نصل لآخر الصخر. بعد ما ننتهي من المنطقة هاي في عندنا عمق بالأرض لا يقل عن 1.5 متر اللي هي تربة، ما فيها منطقة صخرية. بعديها بعد ما نجهز الأرض ونسويها نبلش بعملية الزراعة. بينضم لنا رئيس قسم الإرشاد بمديرية زراعة عجلون المهندس عمر المحاسني. أهلا وسهلا فيك، شرفنا ونورتنا مهندس. أهلا وسهلا، هلا فيك، أهلا وسهلا فيكم جميعا، وشاكرين لجهودكم. يعني مهندس، اليوم كنا عم نحكي مع الأخ عواد وكان عم بيحكي لنا عن المساعدة والتعاون اللي عم بيصير بيناتكم لتساعدوا الزراعة ولتدعموا الزراعة، فخلينا نحكي شوي عن أهم التحديات اللي بتواجهكم وكيفية التعامل بينكم وبين المزارعين. طبعا احنا بالنسبة للمزارعين كقسم الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة محافظة عجلون بنحاول نرعى مزارعينا من البداية وحتى نهاية الإنتاج أو بيع المحصول. طبعا بنرعى مزارعينا ابتداء من أول عملية بعمليات خدمة زراعية ولغاية تسويق المنتجات الزراعية. طبعا الآن محصول العنب أو اللي شايفينه أو المحاصيل الزراعية بتمر بكثير من عمليات الخدمة الزراعية اللي بتحتاج إلى رعاية مستمرة ودائمة من قبل المزارع، وبالتالي احنا بنقدم النصح والإرشاد للمزارعين على مدار العام.